تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة العملية التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية لنظم الإعداد والتأهيل العلمي والعسكري لرجال القوات المسلحة. بدأت الجولة بالمرور على عدد من الأنشطة والتمارين الرياضية التي تنفذ بشكل يومي وتسهم في الحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية للطلبة. أعقبها تفقد عدد من ميادين التدريب المطورة ومختلف الأنشطة التدريبية الخاصة بالتأهيل البدني للطلبة، والتي يتم تنفيذها وفقا لأحدث نظم الإعداد والتأهيل المتطورة. كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد وشاركهم تناول وجبة الإفطار، حيث أكد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير كافة الإمكانات العلمية والتدريبية التي تهدف لإعداد وتأهيل فرد مقاتل يتمتع بقدرات بدنية وذهنية عالية قادر على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات العسكرية. كما ناقش عددا من الدارسين في الموضوعات التي أتموا دراستها. كما استمع الفريق أحمد خليفة إلى عرض تقديمي من اللواء وليد حامد الحمائي مدير معهد ضباط الصف المعلمين، تناول أساليب العمل وأوجه التطوير والتحديث لنظم الإعداد والتأهيل داخل المعهد من خلال الأسس العلمية المدروسة التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للطلبة. وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد التدريب العملي بأرض الطابور والحالة الإدارية لمناطق الإيواء والمستشفى، والتي تساهم في إعداد ضابط صف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف، وطالبهم بالاطلاع لإعداد جيل جديد من ضباط الصف يتحلى بالعلم والمعرفة، معربا عن تقديره لكافة القادة والضباط وضباط الصف المنوطين بإعداد وتأهيل طلبة المعهد، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية. حضر اللقاء والجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.